بسم الله الرحمن الرحيم. بفضل الله سبحانه وتعالى تم السيطرة على جبل القتب وتبت السفينة في هذا الاتجاه وعلى هذا الموقع المريحات وباتجاه العقران وسد العقران وكذلك باتجاه محلي وسد محلي وسد بني ناجي والاقتراب من مفرق أرحب. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مصرين على استكمال مشوارهم حتى استرداد الدولة المغتصبة المنهوبة. نرحب بقناة يمن شباب وفي زيارتها لمواقعنا الأمامية التي تم السيطرة عليها والاستيلاء على بعض الأسلحة المتواجدة في الموقع، وهذا أول رشاش كما يشاهد تم الاستيلاء عليه من قبل أبطال الروح 80 ومن قبل كتائب ومرسال المقاومة الشعبية. من هذه القمة ومن هذه التبة نحيي وبإجلال صمود المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ونحيي نحيي هذه الانتصارات العظيمة التي حققها جيشنا الوطني والمقاومة الشعبية، ومن بين الأبطال وصناع المجد وملحمة التاريخ نهدي تحايا النصر إلى قيادتنا السياسية ممثلة بزعامة المشير الركن عبد الرب منصور هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وإلى القيادة العسكرية ممثلة برئاسة العميد اللواء الركن محمد علي أحمد المقدشي. ونهدي أيضا ومن هذا المكان تحية لشعبنا اليمني العظيم الصامد، ونهيب به وننقل له البشارة بأن الانتصارات متتالية ومتوالية إن شاء الله للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية، وما هذه الانتصارات إلا إذانا فعلا بقدومنا إلى صنعاء إن شاء الله وتحريرها من القوة الانقلابية أو الطغمة الحاكمة الانقلابية التي انقلبت على الإجماع الوطني وعلى الشرعية الدستورية وعلى دولة النظام والقانون وعلى الأمن والاستقرار لمجتمعنا اليمني. ومن هذا لشعبنا اليمني إصرارنا وبعزيمة وبمعنوية عالية أننا قادمون إلى صنعاء وسنحرر صنعاء، بل ونحرر كل مناطق اليمن ومحافظة اليمن من هذه الطغمة الانقلابية، ونقول لشعبنا أننا قادمون يا صنعاء. وأحيي صمود الأبطال والرجال في جبهة القتال من وحدات جيشنا الوطني ومن المقاومة الشعبية، ونشد على أيديهم جميعا ونقول المجد الخلود للشهداء والشفاء للجرحى والمجد للشعب اليمني والنصر لليمن وللشرعية الدستورية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.